أخبارنا الرياضية بشوط إضافي. شوط إضافي طبعا مع وسيم. مساء الخير روان. وأي هم أخبارنا اليوم بشوط إضافي: تأهل المنتخب الياباني إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا بعد فوز الكبير على منتخب إيران. أيضا يوم الأمس فاز قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني. نتابع سوية. مساء الخير مشاهدينا. تأهل منتخب اليابان للمباراة النهائية لكأس آسيا المقام بالإمارات بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره الإيراني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد. سجل الفريق الفائز يويا أوساكو وهاراغوتشي. وينتظر منتخب الساموراي في المباراة النهائية المتأهل من لقاء قطر والإمارات المقرر يوم الغد الثلاثاء. إلى ردود الفعل حول هذه المباراة، مباراة نصف نهائي بطولة كأس آسيا، على تويتر منصور العجمي كان رأيه حول فوز المنتخب الياباني على إيران وغرد: من عرفت الدنيا وإيران حدها دور الأربعة بكأس آسيا، وهذا ما يمنع أن مستواها الفني خلال تلك البطولة من بدايتها كان أفضل بمراحل من اليابان، لكن كرة القدم تثبت من جديد أنها أصبحت تكتيك أكثر منها مهارة على حد تعبيره. أيضا تغريدة أخرى من جعفر رأى فيها بأنه بكل جدارة وكل استحقاق اليابان في النهائي الآسيوي. اليابان لعب علينا في مستوياته قبل نص النهائي وعكس إيران اللي كانوا أفضل فريق في البطولة لقبل مباراة اليوم، بس بحكم العادات والتقاليد والتركيز وشخصية الأبطال اليابان في النهائي وإيران خارج البطولة. أيضا رأي آخر من خالد الذي غرد: اليابان عندها مشروع مهما ضعفت الإمكانيات أو طريق واحد في كرة القدم لا مجال للصدفة. إحصائية من صفحة فيفا باللغة العربية على تويتر، طبعا الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، حول منتخب اليابان: منتخب اليابان خسر مباراة واحدة فقط من آخر 34 مباراة لعبها في كأس آسيا منذ نسخة عام 2024، فوزا 9 تعادلات وهزيمة واحدة. الهزيمة الوحيدة كانت 3-2 من المنتخب السعودي في نصف نهائي نسخة 2007. بينما هشام اسماعيل رأى في تغريدته بأن اليابان ما تستاهلش تبقى في الفاينل خالص، بس سذاجة لعيبة إيران مش طبيعي على حد وصفه. إلى أسبانيا تغلب برشلونة على مضيفه جيرونا بهدفين دون رد، وذلك ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري. سجل هدفي العملاق الكتالوني نيلسون سيميدو وليونيل ميسي، وبهذا الفوز عزز برشلونة صدارته برصيد 49 نقطة، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 24 في المركز الثالث. إلى عناوين الصحف الإسبانية الصادرة اليوم، صحيفة موندو ديبورتيفو تحدثت عن جائزة ميسي والفوز رغم انخفاض المستوى، وعنونت: حفل ميسي، سيستلم اليوم جائزتنا لأفضل لاعب في الدوري الإسباني. برشلونة يعاني لكنه يحافظ على فارق النقاط الخمس مع أتلتيكو. بينما صحيفة سبورت فتحدثت عن تعزيز برشلونة لصدارة الليغا وابتعاده عن أقرب ملاحقيه بفارق مريح، وجاء فيها متصدر سعيد: برشلونة يحصد كل ثمار زيارته إلى معقل جيرونا بهدفي سيميدو وميسي. برشلونة يبتعد عن أتلتيكو الثاني بفارق خمس نقاط. برشلونة عانى بشدة ضد جيرونا ولكنه صمد وأبقى على نفس الفارق مع أتلتيكو مدريد.
نعود إلى تويتر. صفحة بوابة العين الرياضية نشرت إحصائية في صفحتها حول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. ما هي هذه الأرقام والإحصائية حول البرغوث الأرجنتيني؟ ليونيل ميسي قائد برشلونة بات ثالث أكثر اللاعبين تحقيقا للفوز في تاريخ الدوري الإسباني ب 328 انتصار، وذلك عقب التغلب على جيرونا بهدفين دون رد في الجولة 21. بينما صفحة فيفا باللغة العربية نشرت في صفحتها إحصائية عن نتائج العملاق الكتالوني، وكانت برشلونة فاز خارج ملعبه على جيرونا ورفع رصيده إلى 49 نقطة في الصدارة. البرشا سجل في جميع المباريات من آخر 32 مباراة لعبها خارج ملعبه 78 هدف، وعادل أفضل سلسلة تهديفية له خارج الكامب نو في الليغا 32 مباراة بين فبراير 2012 وسبتمبر 2013. هذا وحقق ريال مدريد فوزا عريضا على مضيفه إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجل رباعية الضيوف سيرخيو راموس وجاريث بيل وكريم بنزيما في مناسبتين، فيما وقع على هدفي أصحاب الأرض ليوناردو بابتيستاو وروبرتو روزاليس. وبهذا الفوز رفع ريال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 24 في المركز الخامس عشر. نعود إلى الصحف الإسبانية. صحيفة آس احتفلت بفوز الريال وتحدثت عن أبرز ما جاء في اللقاء وعنونت كريم بنزيما المتألق ثنائية للفرنسي منحت الفوز في كورنيلا راموس هدف بالرأس، وإصابة فاران طرد في الدقيقة 71 بيل دخل وأحرز. بينما صحيفة ماركا فتحدثت عن التألق اللافت لكريم بنزيما في ليلة الفوز على إسبانيول وعنونت سحر كريم بنزيما يهزم إسبانيول بتسجيل هدفين في عرض فني مبهر، راموس يسجل مجددا لكنه يغادر الملعب للإصابة. نعود إلى تويتر. صفحة فيل جول على تويتر تحدثت عن أرقام سيرخيو راموس الكبيرة من الناحية التهديفية رغم أنه يلعب بمركز الدفاع. ما هي هذه الأرقام للمدافع الخشن الصلب في صفوف نادي ريال مدريد؟ في كون موازن آخر كان سيرخيو راموس ليكون مهاجما وهدافا مميزا، شباك إسبانيول شهدت الهدف 50 بالرأس لراموس مع الملكي من أصل 83 هدفا سجلهم بقميص ريال مدريد، رقم خرافي لا يصدق لواحد من أبرز مدافعي هذا الجيل إن لم يكن أبرزهم. بينما صفحة 360 بالعربي فتحدثت عن رقم قياسي بعد تسجيل كريم بنزيما لهدفه الأول في شباك إسبانيول وكتبت: كريم بنزيما يسجل بعد 187 ثانية من انطلاق مباراة إسبانيول وهو الهدف الأسرع لريال مدريد هذا الموسم في كل المسابقات. ومن إسبانيا إلى إيطاليا، حقق يوفنتوس فوزا صعبا على مضيفه لاتسيو بهدفين لهدف واحد على ملعب الأولمبيكو وذلك ضمن الأسبوع 21 من الكالتشيو، سجل ثنائية الضيوف جواو كانسيلو وكريستيانو رونالدو من ركلة جزاء فيما وقع على هدف أصحاب الأرض إمريتشان بالخطأ في مرمى فريقه. وبهذا الانتصار ابتعد اليوفي بصدارة الكالتشيو برصيد 59 نقطة بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 32 في المركز الثامن. هذا وأصدر نادي يوفنتوس بيانا رسميا عن إصابة مدافعه ليوناردو بونوتشي والتي تعرض لها في مباراة لاتسيو. ذكر الموقع الرسمي للبيانكونيري أن اللاعب يعاني من التواء شديد بالكاحل الأيمن مؤكدا أنه بدأ في برنامجه العلاجي دون تحديد فترة الغياب، فيما توقعت وسائل إعلام إيطالية غيابه لمدة تصل إلى 4 أسابيع مما يعني إمكانية عدم التحاقه بفريق السيدة العجوز عن مباراتي الذهاب والعودة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.
ونعود إلى أخبار الصحف، ولكن الإيطالية هذه المرة صحيفة توتو سبورت احتفلت بفوز اليوفي وبالمستوى المذهل للاعب كانسيلو، وعنونت يوفنتوس زائد 11 المجد لكانسيلو. البرتغالي شارك كبديل حينما كان لاتسيو يتقدم بهدف دون رد ليقلب المباراة رأسا على عقب بتسجيل هدفا ونيله ركلة جزاء التي ترجمها رونالدو لهدف التفوق. بينما صحيفة كوريري ديل سبورت فتحدثت عن شخصية البطل ودورها في قلب الطاولة لمصلحة يوفنتوس في فوزه على لاتسيو، وعنونت لن تستطيع التفوق عليهم، إنهم يعانون، يكافحون، يتغيرون ثم ينتصرون. عودة قاسية من يوفنتوس تطرح لاتسيو أرضا بعد تسيده المباراة لخمس وسبعين دقيقة. أيضا إلى بعض ردود الفعل على تويتر، صفحة نادي يوفنتوس بالعربي قدمت إحصائية حول رونالدو بعد هدفه في شباك لاتسيو. ما هي الإحصائية حول الدون البرتغالي؟ كريستيانو رونالدو يسجل للمباراة الثامنة على التوالي في ملعب الخصم في الدوري ضد لاتسيو، أول لاعب يحقق ذلك منذ موسم عام 1994 و1995. بينما أحمد مجدي فرأى أن الفوز كان في صالح لاتسيو لأنه كان الفريق الأفضل على أرض الملعب طيلة التسعين دقيقة، وغرد لاتسيو فريق محترم جدا، بيلعب كرة حلوة قوي بس ما فيش إنهاء للهجمات بصورة إيجابية، كان في إيديهم الماتش على حد وصفه. تغريدة أخيرة حول مباراة لاتسيو واليوفي من البلوشي، يمتدح ماسيمليانو أليغري على اعترافه بالخطأ في مباراة الأمس، وكتب في تصريح سابق يقول المستر أليغري: التغييرات هي فرصة عظيمة لأصحح بعض الحماقات التي أرتكبها دائما، تغيير دوغلاس كوستا ودخول كانسيلو يبين لك عظم قراءة هذا المدرب المحنك، جود لك لليوفنتوس وهارد لك للاتسيو. إلى إنجلترا، ودع توتنهام بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته على يد كريستال بالاس بهدفين دون رد، سجل ثنائية أصحاب الأرض كونور ويكام وأندرسون تاونسند. وفي مباراة أخرى تأهلت تشيلسي على حساب شيفيلد وينزداي بفوزه عليه بثلاثة أهداف نظيفة. إلى فرنسا، أقرت توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بصعوبة استعادة نيمار دا سيلفا لياقته الكاملة قبل مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا في 12 من الشهر المقبل. وأضاف توخيل في تصريحات تلفزيونية أنه من المبكر جدا الحديث عن موعد محدد لعودته، مؤكدا بضرورة الانتظار لأسبوع على الأقل لتحديد مدى استجابة النجم البرازيلي للعلاج. وأصيب نيمار بكسر في مشط القدم أمام ستراسبورغ في كأس فرنسا الأسبوع الماضي، وأكد النادي أنها نفس الإصابة التي هددت مشاركته في كأس العالم الصيف الماضي. وبعيدا عن أخبار كرة القدم، حافظ الصربي نوفاك جوكوفيتش على صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين بعدما فاز ببطولة أستراليا المفتوحة عقب تغلبه على الإسباني رافائيل نادال بثلاث مجموعات دون رد، فيما تراجع السويسري روجر فيدرير إلى المركز السادس بخروجه من الدور الرابع على يد اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس الذي أصبح في المركز الثاني عشر. هذا وبقي رافائيل نادال في المركز الثاني، تلاه الألماني ألكسندر زيفريف، فيما حل الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو رابعا، بينما جاء الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز الخامس. أما مفاجأة البطولة الفرنسي لوكا بوي الذي وصل إلى نصف النهائي فكسب 14 مرتبة وأصبح في المركز السابع عشر. هذا واعتلت اليابانية ناومي أوساكا صدارة تصنيف العالمي للاعبات المحترفات بعد تتويجها ببطولة أستراليا إثر تغلبها على التشيكية بيترا كافيتوفا، وباتت أوساكا أول لاعبة يابانية وآسيوية في التاريخ تحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي. أما كافيتوفا منافستها في المباراة النهائية فصعدت بدورها أربع مراتب لتحتل المركز الثاني،
فيما تراجعت الرومانية سيمونا هالب للمركز الثالث. أما الخاسرة الكبرى فكانت الدنماركية كارولين وزنياكي التي فقدت الكثير من النقاط وتراجعت 9 مراكز لتصبح 9، فيما صعدت الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز 5 مراكز وباتت في المرتبة 11. ختام شوط إضافي، شكرا لطيب المتابعة. نعود إلى روان وأيهم. شكرا لك وسيم، كملي معكم بعد الفاصل.